أما هلأ وبأول فقراتنا أكيد ما حنبعد عن الأجواء الثقافية. نرمين دائما نحن بنعرف أنه سوريا مليئة بالمعالم السياحية ودائما هي مصدر جذب للسياح. عنا مناطق كتير حلوة بكل المدن السورية. صحيح، بيميز سوريا طبيعتها، معالم الأثرية، المتاحف اللي موجودة فيها، حتى الحارات، وكل محافظة يعني هي بتختلف بطابع عمراني عن محافظة تانية. إلى بصمة أكيد خاصة معروفة أنه نحن أي صورة ممكن نشوفها بنعرف أنه اليوم نحن عم نشوفها من حلب، من حمص، من دمشق. اليوم ضمن فقرتنا حنضوي على السياحة الثقافية، وأكيد حنحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدليل السياحي والباحث الأستاذ عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لدمشق ولسوريا ولكل المواقع الحلوة، وصباح الخير لزملائنا اللي بيشتغلوا بالقطاع السياحي. أكيد أستاذ عبد الرزاق، رح نكون معك هيك بجولة سياحية ثقافية اليوم على سوريا. مثل ما قلنا بلدنا غني بكتير أماكن. قبل ما نفوت على الأماكن ورمزيتها ونحكي كتير من المعلومات والتفاصيل، خلينا نعرف شو هي السياحة الثقافية. بنشوف بالبلدان تتنوع أنواع السياحة بتكون، نحن اليوم رح نركز على موضوع السياحة الثقافية. نحن عندنا مخزون ضخم مهيئ سوريا، وبعد جهد 50 سنة من سنة 1970 وضعت سوريا على خريطة السياحة الثقافية العالمية. يعني ثلث آثار الكون موجودة بسوريا، 10 مواقع مسجلة على لائحة التراث العالمي، 10 مواقع ومدن هي كانت محطات مهمة بطريق الحرير، و10,000 سنة حضارة. لذلك سوريا هالبلد الصغير فيها ثلث آثار الكون، يعني هذا إعجاز. هلا من السياحات الثانية قبل ما نحكي عن الثقافة، في سياحات ثانية كمان سوريا مهيئة للسياحات الثانية، مثل السياحات الترفيهية. في منتجعات، كنتوا عم تحكوا على طرطوس، طرطوس والذي هي من المدن الرئيسية للسياحة الثقافية، وعندنا بالأرياف المدن في الطبيعة بعد في طبيعة كثير حلوة، هي سياحة ترفيهية. في عندنا السياحة الدينية، ونحن كمان سوريا مهيئة جدا للسياحة الدينية. أنا بعتبرها كمان سياحة دينية، هي جزء من السياحة الثقافية، اللي رسالة الإسلام ورسالة المحبة، رسالة المسيح طلعت من دمشق. وعندنا مئات الكنائس وآلاف الجوامع وآلاف المواقع، وفي ترب آل البيت العظماء المسلمين مدفونين كمان بدمشق، هدول بيجوا بيزوروهم من كل أنحاء العالم. هي السياحة الدينية. في سياحة المؤتمرات، نحن كمان سوريا موقع كتير مميز لسياحة المؤتمرات، كونها بمركز العالم. التيكت تبع الطيارة ما بتكلف كتير، لذلك قبل الأحداث كان في عنا سياحة مؤتمرات طبية وسياسية، ومؤتمر قمة عربي انعقد كمان بدمشق. في السياحة الزراعية والبيئية، هي كمان سوريا مهيئة جدا، خاصة بإسبانيا بيستخدموا شجرة الزيتون للسياحة الزراعية، وبيستقبلوا بين 15 ل 20 مليون بس سياحة زراعية، وبيستقبلوا تقريبا 40-50 مليون سياحات التانية. السياحة الزراعية هي الناس بيجوا بيزوروا حقول الزيتون أو المزارع، وبيناموا بفنادق من البيئة الموجودة هناك، بيوت منطين، جو نفس الجو. هاي السياحة الزراعية والبيئية. والسياحة الرياضية كمان، نحن عندنا عقدت دورة رياضية مهمة، دورة الألعاب المتوسط كمان، بس ما استخدمناها مزبوط بالسياحة اللي نستقطب فيها سياح كتير. في كتير سياحات بسوريا، مهيئة سوريا لكتير أنواع من السياحات، بس أهم السياحة الثقافية، كون المخزون التراثي والحضاري بسوريا عريق وكبير وعميق بالتاريخ. هلا من ممكن نقول على بعض مقومات شو موجود عندنا. نحن في كتير مدن حلوه. هلا في عندنا الخط الحضاري الاول يلي هو بيقول له حلب، إبلة، حما، مشرفه شرقي حمص، ودمشق. هدول 5 مدن عمرهم 5,000 سنة كانوا محاطة باسوار وفيها مدارس ومكتبات، خاصه إبلة. إبلة اعجاز. إبلة كانت محاطة بسور سماكته 20 متر، ارتفاعه 30 متر. بإبلة اكتشفنا أرشيف ضخم جدا 1975. هذا الأرشيف غير مجرى التاريخ كله، صلح الأخطاء التاريخية. في 17,000 رقيم بس نوي عن إبلة. إبلة أول مدرسة 5,000 سنة، أول مدرسة لغات أجنبية. عسيرة المؤتمرات، عقد بإبلة من 5,000 سنة مؤتمر طبي عالمي
5000 سنة، يعني هذا إعجاز كمان. إبلة كتير بحكي عليها، هي كمان مفخرة للحضارة، أول برلمان بالعالم كمان بإبلة من 5000 سنة. والمدن كلها هي الخط الحضاري الأول كلها مفخرة، بس في عنا مدينتين منهم ما زالوا على قيد الحياة، هي حلب ودمشق. هدول مدينتين الحياة مستمرة فيهم، مقومات السياحة هائلة فيهم، خاصة دمشق وحلب. هلا دمشق خلف أي باب تفتح الباب في جنة بقفها الباب، فسحة سماوية وإيوان وبحرة والأشجار الكباد والنارنج. هذا منتج سياحي رائع جدا بالنسبة للسياحة الثقافية. وهلأ صار في كتير بيوت بدمشق القديمة وبحلب كمان تحولت لفنادق، وهلأ أغلب السياح عم يفضلوا ينزلوا بهالبيوت التراثية هي، يعني عم ينزلوا يعيشوا بجنة ألف ليلة وليلة وأجمل. بعض البيوت الدمشقية تحولت لجاليري، صالات عرض للفنون الحديثة، فن التشكيل الحديث. على فكرة هو الفن التشكيل الحديث هو منتج سياحي كمان، والمطبخ السوري منتج سياحي. المطبخ السوري جدا جدا، يعني هلا انا من بهالكم شهر طلعت وصار لي 30 سنه دليل سياحي، يعني في اعجاب شديد بالمطبخ السوري. والمطبخ السوري كمان عريق، هذا تراكم حضارات المطبخ السوري. على سيره البيوت الدمشقيه، هذا النمط المعماري بالبيوت الدمشقيه وبيوت حلب وبعض المدن السوريه بدا من 5000 سنه بماري وابله، كان هيك البيوت. هذا ماكيت مصنوع من 5000 سنه، نموذج البيوت تبع ماري، فسحة سماوية محاطة بالغرف. هذا النمط سوري، ما هو شيء تاني، مثل ما بتلاقي بعض الناس بيطلعوا بالمحطات التلفزيون بينسبوا لغيرنا. هذا عمره 5000 سنة. من المنتجات الثقافية كمان كتير كتير حلوة، أنا بحب أحكي عن تدمر. تدمر رغم التخريب اللي صار فيها لساتها حلوة، لساتها حلوة كتير. هلأ من 4-5 أيام كنت مع مجموعة كبيرة بتدمر، وتدمر لساتها حلوة. الشارع المستقيم الأول، شارع الرئيسي مع الأعمدة والمسرح رغم أنه في تدمير، التترابيلون دمر، في كتير عناصر. في على فكرة كمان بتدمر في برلمان 57 قبل الميلاد وموجود، والآجورا. شوفي نحن هدول الرعاع المسلحين ومين خلفهم حاولوا يدمروا جمال سوريا، ما تدمر جمال سوريا، لساتها حلوة أكيد. عم نرجع هلا عم نعمر، وتدمر لساتها كتير حلوة، لساتها كتير حلوة. بس هو إنهم حاولوا يبشعوا سوريا أو يبشعوا جمال سوريا ما قدروا، هالشي اللي ساووا أظهر بشاعتهم أكيد. ونحن لساتنا حلوين كشعب وكمواقع. تدمر بدأ الترميم فيها كمان، قوس النصر هلا من أسبوع بدأ الترميم فيها، وإن شاء الله بتشوفوا مواقع كتير مواقع حلوة. ممكن أحكي عن حلب. حلب دائما بالإخبارية بحكي عنها كتير، حلب أم الصمود وأم المعارك وأم الحضارات. حلب كتير حلوة ولسه لحد الآن ناخد سياح، وفي شيء كتير حلو فيها. القلعة كتير حلوة ولساتها متكاملة. المتحف تبع حلب رائع، يروم انه افتتاح جزئي بس فيه كتير كل مراحل التاريخ من ما قبل التاريخ لتاريخ اليوم، كتير مراحل حلوة. لو انه صغير بعد فترة هيوسعوا كمان يفتتحوا اجزاء تانية. في الاسواق، اجمل ما كان في حلب قبل الاحداث كان في اسواق، خاصة سوق المدينة اللي طوله الاجمالي مع تفرعاته 10 كيلومتر، عمره 800 سنة هذا السوق. للأسف كمان دمروه، بس شيء جميل هلأ أنه ثلاث مقاطع من السوق خلال ثلاث سنين ترممت بالكامل ورجعوها مثل ما كانت. وهلأ في مقاطع تانية بدأوا يرمموها، عم ناخدهم السياح للسوق المدينة نفرجيهم الأعمال الوحشية تبع المسلحين شو سووا بهالسوق، وفرجيهم كمان إعادة الأعمار الرائع جدا. يعني أنا أقول أمور لا تصدق، حلب تدمرت عدة مرات ورجعوا بنوها أهلها، وهلأ عم يبنوها، وفي كتير محلات رجعت تفتح. وطبعاً عم حكي عن المطبخ السوري، المطبخ الحلبي رائع رائع يعني. رائع، الكرزية والأنواع الكباب، وبيطرقوها بيقدموها بطريقة حلوة، وهالابتسامة الحلوة
يعني السياح بيقولوا لي سيريا ستيل ستاندينج، لساتها قائمه بعد هالحرب. هذا يعني امور لا تصدق، خاصه البشر. هلا ما بحكي انه كل شيء تمام، طبعا وقت صعب، بس نحن 11 سنه حرب، ورغم هالشيء طلعنا وعم نستقبل هالعالم وعم نقدم لهم خدمات بعد 11 سنه مقبوله مقبوله واحيانا جيده كمان. حضرتك ذكرت متحف حلب اليوم. نحن بنعرف انه المتاحف هي ذاكره، ذاكره تاريخ، ذاكره مقتنيات، بتخبرنا عن تاريخنا، عن اجدادنا، عن الشيء اللي مرق بحياه العصور الاولى. خلينا نحكي عن اهميه المتاحف اليوم بالسياحه الثقافيه. هي كمان طبعا منتج رئيسي بالسياحه الثقافيه هي المتاحف. هلا بعض المتاحف تضررت، بس لحسن الحظ اغلب المتاحف نقلت مقتنياتها ونحطت بمكان امن. اعيد افتتاح متحف دمشق وحلب بس جزئي، بس حاطين مقتنيات حلوه يعني، خاصه دمشق وحلب. هلا حلب تنوعه اكثر، يعني حاطين كل المراحل. متحف دمشق حاطين المرحله الكلاسيكيه بس، ان شاء الله هلا بيتطور. ومع انه متحف دمشق هو متحف عريق جدا، قبل الأحداث كانوا يوصفوا المنظمات السياحية والأثريين كانوا يوصفوا متحف دمشق أنه واحد من أهم 10 متاحف على مستوى العالم. وحديقة المتحف الوطني رائعة، حديقة أثرية من أجمل الحدائق اللي بالمتاحف، وعم تنقام في فعاليات حلوة كل فترة. بس أنا بتمنى يرجعوا يفتحوا قسم حضارة سوريا القديمة، الألف الثاني والثالث قبل الميلاد، يعني حضارة إبلة وماري وأوغاريت. هدول كتير، هاي المرحلة هي مرحلة ذهبية بالتاريخ سوريا، بتمنى انه يفتتحوها. اما عن الحضارات عم يحكي كل شيء، يعني شيء غني جدا، كل المدن غنية. قلعة الحصن رجعت ترممت وعم تستقبل الزوار بشكل رائع جدا، يعني تقريبا انتهوا بالاعمال الترميم يعني 99% وصارت جاهزة عم تستقبل الزوار. و بكثير مواقع حتى بحمص رجعوا رمموا كنيسة أم الزنار وجامع خالد بن الوليد. هلا في شغلة بدي أقول عن جامع خالد بن الوليد، يلي رمم جامع خالد بن الوليد هي مؤسسة عسكرية، يعني الجيش بعد ما حرر المناطق عم يرمم، هي جامع خالد بن الوليد بالكامل وبسرعة هائلة ترمم ورجع مثل ما كان وأحلى، رجعوا مثل ما كان وأصلي، مؤسسة عسكرية. وأنا بدي أتشكر بهالوقت هذا، نحن عم نحتفل بأعياد الشهداء هلا من كم يوم كنا، لولا الشهداء نحن ما رجعنا نزور المواقع. أكيد حقلكم أمثلة، معلولة بس معلولة لتحرير معلولة استشهد 200 عسكري، وهلا نحن عم نروح على تدمر. الإدارة السياسية بالجيش رغم أنه انشغالهم بالحرب وبالمعارك عم يسهلوا لنا كثير زيارته، عم تكون زياره سلسه وامنه وبرفقه ضباط من الاداره السياسيه. انا بتشكرهم كثير كثير، خاصه اخر جوله كنت طلعت معنا 2 ضباط متميزين، ثقافه عاليه، وقدموا سوريا وقدموا صوره كثير حلوه عن رجال الجيش العربي السوري. كل المواقع استشهد. بعدين كان العمليات بالمناطق التراثيه، الجيش العربي السوري وقت كان عم يحررها بتكنيك مو بقصف لأنه تراث، بينما المسلحين هن قصفوا التراث، كانوا متقصدين أنه يدمروا التراث السوري، بينما الجيش العربي السوري قلعة الحصن وتدمر كتير كانوا حريصين أنه ما تتدمر أثناء التحرير. لا شك الدمر اللي دمر هن الرعاع هدول ومين خلفهم هن اللي دمروا. لذلك أنا تحية كبيرة كتير كبيرة لشهداء الجيش العربي السوري والجرحى، وهذا عم أحكي سياحة على فكرة، لولا هون. وعلى فكره ان هدول ضباط الاداره السياسيه كمان قدموا للسياح معلومات كثير قيمه، وكثير يعني حبيت نوه وتشكرهم كثير كثير، لانه هدول رجالات حرب وبناء للجميع وسياسه وسياحه، يعني هن اولاد سوريا بالاخير، يعني هن اولاد سوريا طبعا بيعرفوا. انا ما طلعت عن السياحه، هي كلياتها نحن هيك بيعرفوا قيمه الاماكن فيها وقيمه كل منشاه حضاريه من هي المنشات. بدنا كمان هيك نضل بموضوع السياحه ونحكي بكل مدينه اليوم بنشوف في قسم
قديم وقسم حديث، يعني بنشوف الشام القديمة وبنشوف أيضا الشام الحديثة بأسواقها بمنشآتها، وهذا المشهد بتكرر يمكن بكل المحافظات السورية. اليوم برأيك كيف سياحيا وثقافيا فينا نستثمر هاي الحالة الموجودة بين الجزء القديم من كل مدينة والجزء الحديث؟ هلا هن دائما بيحبوا القديم، السياحة الثقافية بيدوروا على الشيء التراثي والقديم، لذلك نحن بنركز على دمشق القديمة. وانت نطلع على دمشق الحديثة كمان بنزورهم شيء حلو. شو هو الشيء الحلو؟ دار الأوبرا، منحضرهم فعالية. بدي نوه، من شيء شهر ونص حضرت مجموعة سياحية وكبيرة، حضرتهم مباراة كرة قدم محلية بين فريق الجيش وحطين، وكانت ممتعة جدا. هلا انا بدرس الكالتشر باك جراوند، يعني ثقافتهم واهتماماتهم، شفتهم كثير مهتمين بكره القدم، اقترحت عليهم انه نحضر مباراه، وكانت شغله ممتعه جدا. بس بضل دمشق القديمه والمعالم التراثيه القديمه بيحبوها اكثر، لانه هو السياحه الثقافيه بيحبوا يزوروا التراث ويزوروا. بس كمان نفس الشيء بحلب، بحلب بنزور الاماكن القديمه، المساء بناخذهم على مطعم حديث بدمشق بحلب القديمه، بطرطوس نفس الشيء. هلا نحن المطبخ السوري، قلت لك كل مدينه في لها شيء، كل مدينه لها شيء. نحن بالشام عم يحبوا اللبنيه، هي طيب الاكلات اللبنيه يعني يعني وفيك اكلات كثير. بحلب مثل الكباب، معروفه الكباب. بحما الباطرش، الباطرش ما كتير في ناس نحن بيقولوا له بابا غنوج، أو هو الباذنجان المشوي بالنهاية صح؟ هي قريب للمتبل، هو باذنجان مشوي مع بيحطوا له لبن وطحينة، بس على الوش بيحطوا له لحمة غنم، لحمة ومكسرات. طيب. هاي الفرق تقريبا، بس المشوي جعتوا؟ بوادي النصارى ناحية قلعة الحصن ممتازين في، بنقول لهم اورجانيك فود، الدجاج هنيك بياكل الاعشاب والازهار البريه هنيك. كمان بنقدم لهم دجاج مشوي مع حمض وزيت وتوم، وقدامه باذنجان كمان مشوي وبطاطا مشويه. هي اكل كثير بحبوها. قلت لكم كل منطقه بسوريا لها خاصيه والى اكلاتها والى ثقافتها. ونحن لحد الان بسوريا ما بيستخدموا كثير، خاصه بالارياف ما بيستخدموا الهرمون والمواد الكيماويه، تمام، لذلك بنقول لهم هي اورجانيك يعني طبيعي. كثير بينبسطوا المطعم المطبخ السوري، يعني نحن هذا منتج سياحي لحاله ومطلوب. حتى الفن بدمشق الحديثه، بنحكي عن الفن التشكيلي، نحن بناخذهم لمعارض. وعلى فكرة الفن التشكيلي السوري كمان موضوع على خارطة الفن بالعالم، الفن التشكيلي بالعالم. أول ما بيصلوا بيقولوا لي بدنا نشوف الفن التشكيلي السوري. في صلاة عرض للفنون التشكيلية بدمشق القديمة وفي دمشق الحديثة. يعني هلا صرنا كثير بناخذهم لهالأماكن وعم يستمتعوا، يعني نحن بالدليل، أنا الدليل السياحي هو مهمته إنه يفرجي حاضر وحضارة سوريا. أكيد. هيك بسؤال أخير وسريع، اليوم من خلال خبرتك يعني ومن خلال رحلاتك وحضرتك كنت بترافق جروبات كتير بالسنوات السابقة، اليوم كنظرة يعني نحن اليوم كيف قادرين نطور السياحة الثقافية؟ بشو لشو بحاجة هي؟ هلا أنا بهالصباح الحلو ما لي حابب كنت أحكي على بعض المعوقات، في معوقات أكيد يعني كل يعني شيء في معوقات. نحن الرجالات السياحة اللي بخمسين سنة قدروا يحطوا سوريا على خارطة السياحة، ما لازم نضيعها. في ناس ما عم تتفهم شو هي السياحة الثقافية. طبعا في معوقات. هلا مثل دمشق القديمة، أنا شارع تبع البارات هذا ما عم يعطي انطباع حلو، ممكن ساوي شارع بارات برات دمشق القديمة. في معوقات يعني ما بيحبوه، بس للأسف في بعض المنظمين رحلات عم يحطوه بالبرامج، يعني مو جاي لهالشغلة هي. عرفتي كيف؟ يعني هي السياحة هي الترفيهية أو شيء، ممكن تنحرف برنامج لشيء تاني، تنحرف لشيء تاني. نخلينا هاي معوقة. بعدين اللي عم يطلع مع السائح أكثر شيء بيشوف السائح والسياح بشكل عام، بيشوفوا شخصين بشكل مستمر، الدليل السياحي والسائق. بعض الأخوة السائقين كتير جيدين ورائعين وبتشكرهم، بعض الأخوة السائقين ما عم يتفهموا العمل هذا. في أخطاء، في أخطاء، في أخطاء كتير، في أخطاء كارثية يعني ما عم يتفهموا. وبعتذر هلا، كان بزماني اول ما طلعت انا دليل سياحي من 30 سنه، اول جمله من المنظمين اول جمله قالوا لي اياها
أول خطأ هو آخر خطأ، هذا كان يقول له السائق ما كان في خطأ، هل عم يصير في أخطاء؟ نعم. ما في حجة، ما في حجة للأخطاء، لازم نحن هاي نتجاوزها، وخاصة المنظمين بعد السائقين بس بيقول إنه ولو سريعا لأنه صار وقت المتعرف بيتباهوا بيقول لك أنا فشلت المجموعة. سائق عم يتباهى أنه فشل المجموعة، هذا كارثة. على كل حال هذا ما كان لازم نحكي أنه أكيد يعني، بس الشيء الحلو والناس الحلوين اللي بيشتغلوا بقطاع السياحة أكثر. نعم وأكيد وحضرتك واحد منهم أكيد. شكراً لك. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا الأستاذ عبد الرزاق الحمص لكل المعلومات القيمة يلي قدمت لنا إياها اليوم. شكراً كثير والله يديم المحبة. شكراً ويسعد صباحك. صباح خير على طول. صباح يا هلا.